معايا على التليفون اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي. سياده اللواء برحب بيك. اهلا اهلا، مساء الخير استاذ اسلام، ومتشكرين على دعمك، متشكرين على الكلام الجميل ده، وان شاء الله نكون عند حسن الظن باذن الله. لا احنا بنقول لك حقيقه والله يا سياده اللواء. ربنا يخليك يا استاذ اسلام. سياده اللواء، يعني كان يعني انا شايف ان انتوا عاملين حوالي 7-8 صفقات، بنتكلم على الصفقات الخاصه بالانديه في والاستعداد للموسم الجديد. تمام. فكان في تقريبا سياسة محددة، هل في هدف معين؟ يعني ما كانش في، انا ما يعني انتم مش رايحين، ما بتروحوش قوي لكل لعيبة قدامى مثلا يقول لك ريديف من الاهلي والزمالك، لا انتم كان في سياسة معينة، فهل في هدف معين في الموسم اللي جاي انتم بتفكروا فيه؟ والله يا استاذ اسلام، طبعا احنا من يعني مجرد ما خلصنا وقعدنا وجددنا الثقه في الكابتن خالد جلال، لانه مدير فني كفء وبيعمل بجد واخلاص وصمت، كنا متفقين ان شاء الله على الموسم اللي جاي عندنا هدف المربع الذهبي والكونفدراليه، وقعدنا واتكلمنا على القوام الاساسي بتاع الفريق وعلى التدعيمات المطلوبه في الموسم الجديد اللي هي ان شاء الله هتساعدنا على تحقيق الهدف بتاعنا في الموسم اللي جاي، لان الموسم اللي جاي يعني هيبقى اصعب كتير من الموسم اللي فات، والانديه كلها يعني عملت استعدادات ممتازه حتى الثلاث انديه اللي صعدت، فالموسم اللي جاي عايز شغل جامد جدا على اساس ان انت تقدر تحقق الهدف والطموح الكبير بتاعك. طيب سياده اللواء، يعني كان من ضمن السياسه اللي خلت النادي الاهلي ما يتعاقدش مع صفقات كتير، صفقات محليه، هي مغالاه الانديه في طلباتها الماليه، والبعض يعني كان بيقول ان نفس السبب ده اللي خلى نادي الزمالك كمان ما يتمش التعاقد مع احمد ياسين مدافع البنك الاهلي خلال فتره الانتقالات الصيفيه. فهل فعلا كان في مفاوضات اصلا ما بين احمد ياسين والمسؤولين في نادي الزمالك، واللي ما خلاش تتم المفاوضات هي مغالاه نادي البنك الاهلي الماليه؟ والله يا استاذ اسلام، ما فيش عرض خالص جه لاحمد ياسين عشان يبقى فيه طلبات ماديه سواء مغالاه فيها او معقوله او مناسبه. واحنا من قبل الموسم ما ينتهي كلجنه كوره وكاداره نادي اعلنا ان احنا متمسكين بالقوام الاساسي بتاع الفريق بتاعنا ومش هنفرط في اي لعيب، واحنا فعلا ما جالناش اي عرض رسمي بحيث ان احنا يبقى لينا طلبات ماديه يعني. لا حتى يمكن كان تردد في الفتره اللي فاتت ان ممكن يدخل في صفقه تبادليه، وناصر منسي ممكن يدخل في صفقه تبادليه. لا، ما فيش عروض جات لهم، وكان الكلام كله على اساس ان احنا احتياجاتنا ما كانش فيه الموضوع بتاع التبادل او المقايضه او الصفقات متبادله يعني. خالص خالص خالص. لكن انت شايف ان بقاء ناصر منسي داخل البنك الاهلي، فريق البنك الاهلي فريق محترم، الجهاز الفني اللي موجود بقياده الكابتن خالد جلال طبعا جهاز فني محترم، لكن اي لاعب يعني بحجم امكانيات ناصر منسي بيبقى بيتمنى ان هو يروح اهلي زمالك علشان يضمن كمان تواجده في المنتخب الاول. فهل كان الفترة اللي فاتت برضه ناصر منسي كان تردد ان هو كان بيضغط على ادارة النادي ان يتم السماح ليه بالرحيل، هل الكلام ده حصل ولا لا؟ لا خالص، هو اساسا يعني ما كانش في عرض ليه عشان يقدر يعني نتكلم في الموضوع، وبعدين ناصر منسي لعيب منضبط وملتزم جدا، وهو داخل في المنظومة ومرتاح، واحنا يعني هو انضم للمنتخب من خلال نادي البنك الاهلي، يعني هو ما كانش في المنتخب من خلال نادي تاني وجي عندنا وهو في المنتخب، هو بقاله معانا من يناير يعني، حتى هو بقاله معانا نص موسم، والحمد لله في النص موسم ده حقق سكور كويس قوي في النص موسم، جاي حوالي 12 جون، عمل يعني استكمال الموسم هايل، راح المنتخب من عندنا مرتاح جدا جوه المنظومه وجوه الجهاز الفني، فهو اعتقد ما كانش الموضوع ده يعني في باله اساسا. قول لي يعني اكتر حاجة سلبية كانت في الموسم اللي فات تتمنى ان هي ما تكونش موجودة في الموسم اللي جاي. طبعا احنا بالنسبة لنا يعني احنا ماتشات كتيرة جدا، يعني عدد يعني لا بأس به من الماتشات، كنا يعني قريبين جدا من تحقيق 3 نقط والفوز،
اللعيبه في اخر 5 دقائق بالتحديد او في اخر 5 دقائق والوقت بدل الضايع بتطمئن للنتيجه، وده بيؤدي ان احنا يعني فقدنا ماتشات كتيره كنا متقدمين بنتيجه مريحه. يعني لما تبقى متقدم بنتيجه 2-0 المفروض ان انت يعني تعمل ان انت تزود السكور او ان انت تحافظ على النتيجه، وكنا للاسف يعني بنفقد الماتش وبنطلع متعادلين، وده اتكرر يمكن كتير جدا في 3 4 ماتشات. لو كنا احنا النقاط اللي احنا فقدناها في ال4 ماتشات دول مثلا ب 8 نقط مع ال 46 نقطه اللي احنا نهينا بيهم، كنا هنخش 54 55 نقطه، كنا قدرنا ان احنا نقترب من المربع الذهبي يعني. فده موضوع انا اتكلمت يعني فيه كتير مع اللعيبه واتكلمت فيه مع الجهاز الفني، وان شاء الله الموسم الجديد نحاول ان احنا نتلافى السلبيه دي اللي افقدتنا كثير من النقاط بدون اي داعي. طيب ده على مستوى اللعيبه والجهاز الفني، لكن على مستوى التنظيم الخاص بمسابقه الدوري الممتاز، هل انت شايف حضرتك ان في حاجه سلبيه مثلا معينه بتقول لرابطه الانديه من دلوقتي يعني تركز عليها عشان ما تكونش موجوده في الموسم اللي جاي؟ والله يعني كابتن اسلام زي ما حضرتك عارف وزي ما كل الانديه بتتكلم على منظومه التحكيم والفار. يعني كتير جدا او كل الانديه او معظم الانديه يعني تناولت هذا الموضوع بشكل او باخر، ويعني عشان انت يعني تلعب في المسابقه لازم تحس بالاطمئنان وتحس ان الامور دي بتحاول ان هي يعني طبعا احنا متاكدين ان الاخطاء غير متعمده، ولكن بتحاول برضه رغم انها غير متعمده تحاول ان انت يعني تخليها في اقل قدر ممكن، لانها يعني اخطاء كتيره بتاثر على النتيجه وبتاثر على الماتشات. ده من وجهه نظري يعني. هل ممكن زيادة الجماهير دي ممكن يعني تأثر على فريق البنك الأهلي أو الأندية غير الجماهيرية خلال الموسم اللي جاي؟ ما تستمح ان يعني عندنا برضو جمهور طبعا مش بالحجم بتاع الأندية الكبيرة، ولكن برضو انت يعني العنصر الجمهور ده هو اللي هيحدده الجمهور نفسه يعني بسلوكياته والتزامه وانضباطه. ورغم كده احنا يعني الماتش اللي بقى فيه جمهور ايا كان يعني الواحد بيستمتع بوجود الجمهور، لان هو ركن اساسي من المتعه بتاعت كره القدم يعني. وحتى لو كان هو يعني جمهور في اتجاه معين، لكن بيضفي على المباراه حماس وبيضفي عليها يعني مزيد من المتعه والاثاره يعني. واحنا بنتمنى يعني على اي حال بنتمنى زياده اعداد الجماهير، وان الجماهير يعني تشجع الرابطه على اتخاذ القرار دوت، ويبقى ان شاء الله ملاعبنا ترجع زي الاول، على اساس ان هو يعني عدد كبير جدا من اللعيبه اللي بتلعب في الدوري دلوقتي يمكن ما عاشتش حجم الجمهور الكبير اللي كان بيبقى موجود بال 60,000 وال 70,000 وال 50,000 يعني. اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي، بشكرك طبعا.